على عصام الراقي والمدرب شيخ المدربين هو فوزي البنزرتي. ذكرتوني بالرجاء، ذكرتوني بمركب محمد الخامس وبملعب إدرار. الله على الرجاء وما أدراك ما الرجاء. ونشكر كل الأندية المغربية، لا الرجاء ولا الوداد ولا نيفار ولا حتى نادي الرحمة، أم فريق نادي شباب الرحمة هذا الموسم. دقيقة وسنعود إليك لخز البريش. عبد الهادي الليلي الملقب الشوالي بمدينة قديمة. أنا دائما نكون في مثل هذه المناسبات، عيد الاستقلال للمجيد وعيد المسيرة الخضراء، وفي عدة تكريمات دائما يتم منادة علي أن نغطي على المباراة ونعلق على الأجواء، دائما نكون حاضر في هذه الأجواء. وكيف جاءت الفكرة؟ كنت نشتغل في المقهى، كنت نشتغل في المقهى ونسمع الشوالي، الشوالي يعلق على الرجاء، يعلق على الإنتر، على الميلان، يعلق في دوري أبطال أوروبا، بعدما يعلق على المنتخب المغرب تحسبيه كأنه مغربي، يعلق على الرجاء تحسبيه رجاوي، يعلق على الوداد ويتكلم على تاريخ الكرة المغربية والعربية والإفريقية، تحسبيه كأنه قريب ليك. حبيت تونس لسبب عصام الشوالي، لأنه دائما ينتمي للكرة المغربية والعربية والإفريقية. نرفع له الشابو من هذا المنبر، نرفع له القبعة من هذا المنبر. عصام الشوالي شخصية كبيرة، عصام الشوالي تم علق على مباريات كبيرة مثل الفينال هنا في كأس العالم اللي كان في 2002 في كوريا واليابان، علق على البرازيل، علق على البرازيل وألمانيا نتيجة 2-0 بعد ما سجل رونالدو ثنائية والأسيسي كان من ريفالدو. هنا مباريات بقات في ديني مثل مباراة دوري أبطال هنا بين ميلان وبين من؟ بين ميلان والليبر، 3-3 صفر في الشوط الأول، 3-3 في الشوط الثاني. كان حاضر عصام الشوالي. المغرب إيطاليا شباب سكوادرا زورا هي أول مباراة علقت عليها، علق عليها عصام الشوالي، اتكلم على ياجور وبندام وريد الله دوليازات، اتكلم على بيل جراتياني ما شاء الله عليه 193 عمره 20 سنة، اللاعب كاتانيا بكاتانزارو هذا اللاعب، اتكلم على هنا في حراسة المرمى أبيبيانو مليانو، رقم 2 ماتزوراتي، 4 أنطونيو تيرينو، 5 أندريا كودا، 6 كاليني، 7 مارينو ديفيندي، 9 ديبي لجراسياني، 11 جاني غالوبا، 15 أنطونيو كارانا، 16 ساموني. هذه أول مباراة علقت عليها من الحارس محمد لمين برقادي، 3 شكل بزوكام، 5 الكابتن يوسف رابح، 7 عادل الماش، 8 سفيان بزوين، 9 ديم حسين جور، 11 كمنديمو، رقم 13 صلاح السباعي. نتكلم على رقم 16 كريم الحمادي، المدرب كان هو فتحي جمال، يتكلم على بالمحجوب، على العربي بن مبارك له لقب بالجوره السوداء قبل بيلي، يتكلم على اسماء كبيره. لهذا حبيته عصام، وانا نحب كره القدم منذ صغاري، بعد ما كنت نلعب مع الفئات الصغرى كان يلقبوني بالباجه، كنت لاعب ممتاز بالمراوغات، وبقات حبي للكوره، نحب الكوره اينما كانت، الكوره المغربيه والعربيه والافريقيه، نعشق كاس العالم ودوري ابطال اوروبا.